السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم في الفيديو غيكون سبيشال، يعني غيكون بالدارجة، غاديش يكون ما يكونش فيه نهائيا لونجلي. هذا الفيديو تحت طلب ديال بزاف ديال الناس في الانستغرام، كيقولوا لي عفوا عاودي لينا على كيفاش درتي النقاب، كيفاش لبستي النقاب، علاش لبستي النقاب. اليوم غادي نجاوب على بزاف ديال التساؤلات اللي هما: واش راجلي لبس عليا النقاب؟ واش شي واحد لبس عليا النقاب؟ واش ما مقتنعش بالنقاب غير لابسه؟ امتى درت النقاب؟ علاش درت النقاب؟ وبزاف ديال الاسئله بحال هكا اللي كيطرحوا ليا بزاف، وبزاف ديال الناس قالوا لي ديروا لنا فيديو لعل وعسى يعني ياخذوا بعض الافكار او لا عبره. لماذا باش تكون هذا الفيديو عبره وياخذوا منها ولا شويه ديال الافكار، غادي نحاول نبدا لكم من الزيرو. ما غاديش نهضر غير على النقاب، غنهضر من قبل ما ندير الحجاب الشرعي. الحاجه اللي عارفينها بزاف ديال البنات خاصه متابعيني في انستغرام هي انا مازال جديده في النقاب، ماشي بزاف باش لبست النقاب، لبسته في شهر 6 نهار واحد تقريبا 3 شهور دابا باش لبست النقاب. كيف ما قلت لكم النقاب عاد درتو يلا 3 شهور، انا غنرجع لكم مني درت الزيف، كنأكد عليها الزيف ماشي الحجاب، لان فرق كبير ما بين الزيف والحجاب. الزيف فقط كتغطي شعرك، انا شخصيا كنعتبر الزيف تبرج، لان كاين فرق كبير ما بين الحجاب الشرعي وما بين الزيف. anyway درت الزيف فاش كنت في الكاتريان، الدوره الثانيه ديال الكاتريان، درت غير الزيف فقط، كنعاود ناكد عليها غير الزيف فقط. ما قبل كنت متبرجه، كيف ما قلت حتى الزيف راه تبرج، نفس الشيء، فقط كتغطي شعرك فقط، لان الحجاب الشرعي عنده شروط محدده وخصنا نحترموها. نسال الله العفو والعافيه والله يهدي جميع بنات المسلمين ان شاء الله للحجاب الشرعي. anyway ليكم درت الزيف كاتريان، ديك الساعه كنظن 2015 اولا 2014 ما بقيتش عقله بالضبط، كنظن 2015 ملي كنت في كاتريان درت الزيف هكا وشويه ديال الرقبه كتبان، دونك متبرج. شتي علاش كنأكد عليها متبرج؟ ابخي اللي جا 5 درت الزيف، يعني غطيت الرقبه ديالي ولكن بقى نفس اللباس متبرج. دوزت 5 هكا كامل، جات العطله ديال 5 يعني منها غادي نطلع للسيزيام، وانا كنت ديك الساعه بدلت الكونت فيسبوك ديالي ودخلت بزاف ديال البنات يعني ملتزمات، درت فولو بزاف ديال لي باج ديال الحجاب ديال الالتزام، كيبقاو يبوستيو شي حوايج على الدين وشي حوايج على الحجاب الشرعي، وبزاف ديال لي بوست يعني اللي كيخليو فيك واحد الاثر. داكشي علاش بين قوسين حاولوا ان الكونت ديالكم سواء فيسبوك سواء انستغرام سواء يوتيوب سواء اي حاجه، حاولوا تخليوا واحد الاثر، تكتبوا واحد البوست او لا اي حاجه يعني شي حاجه دينيه واللي غتحاول تخلي واحد الاثر في واحد الشخص اخر، واخا تبان لك انت راها عاديه ولكن شخص اخر واحد اخر غادي يقراها وغتخلي ليه واحد الاثر في القلب ديالو، ولما لا ربما تقدر تكون هي سبب التوبه ديالو وتاخذ انت عليها واحد الاجر. داكشي علاش حاولوا تستغلوا السوشيال ميديا وتكون شي حاجه ايجابيه في حياتكم، لانها من بين الحوايج بطبيعة الحال من بعد فضل ديال الله عز وجل. لومبيرونس نسال الله العفو والعافيه. anyway من بعد الله عز وجل، من بعد الفضل ديال الله عز وجل، من بين الحوايج اللي خلاتني ندير الحجاب الشرعي ونغير الافكار ديالي هي السوشيال ميديا، يعني لي بوست اللي كنت كنقرا الشروط ديال الحجاب الشرعي وبزاف ديال الحوايج خلاو لي واحد الاثر وتغيرت للاحسن. قلت لكم جات العطله ديال 5، جات العطله ديال 5 غنطلع للستيزيام، صافي بقيت بدلت كونت فيسبوك، دخلوا عندي دي زامي اللي كيبوستيو شي حاجه ديال الدين، كيبوستيو داكشي ديال الحجاب الشرعي، صافي بقيت يعني كل مره كنقرا وانا نقول علاش لا غادي نمشي ونبحث، غنمشي نبحث في جوجل ونعرف شروط الحجاب الشرعي وشنو هو الحكم ديالو وشنو هو هذا الحجاب اصلا حنا اللي لابسين دابا اللي هو ماشي حجاب غير الزيف، كنعاود ناكد عليها. جا الدخول ديال السيزيام، قررت انني غنحيد السراول بصفه نهائيه،
ما غنبقاش نلبسهم، ماشي غنحيدهم من عندي، لا ما غنبقاش نلبسهم. البنت اللي باغا دير الحجاب الشرعي غنقول لك السراوه ديالك ما تحيديهمش. علاش؟ لان في الفتره الاولى ديالك كتكون يلا حيدتي ولبستي الحجاب الشرعي، كيبقى عندك واحد شويه الحنين، كيبقى عندك واحد شويه الحنين لهذوك السراول. داكشي علاش غنقول لك خليهم، مازال غتحتاجيهم. اولا شخصيا يعني عن تجربه شخصيه كنهضر على التجربه ديالي، هي منين قررت اني نحيدهم خليتهم، مره منين كيجي هذاك الحنين للتبرج، لان الشيطان كيبقى يلعب، كيبقى يوسوس لك، خاصه في الايام الاولى ديال الالتزام كيوسوس لك الشيطان في راسك بزاف باش تحاولي تخرجي الطريق. بالدعاء وبالتوفيق من الله عز وجل والعزيمه والايمان ان شاء الله ما غاديش يكون هذا الشيء. دونك انا حاولت نخليهم، ملي كيجي هذاك الحنين كتحاولي تنوضي وتلبسيهم في الدار قدام المحارم ديالك، وهانتي بخير حيدتي هذيك الشهوه ديالك، ومني غتبغي تخرجي غتخرجي كما امرك الله عز وجل. حاجه اخرى احتاجيهم في البرد، شخصيا احتاجيتهم بزاف في البرد، كنلبسهم تحت الحجاب الشرعي. اول ميزه عندهم هي ملي كيخليوش هذاك الثوب يلصق على الجسم ديالك، ثانيا كيكونوا سخان في البرد. صافي كيف قلت لكم قررت انني نحيد السراول بصفه نهائيه، حيدتهم ولكن ما درتش الحجاب الشرعي في الاول، لبس سايات وتساوي يعني شي حاجه طويل، هذه هي الخطوه الثانيه اللي درت من بعد السروال. ما داش بزاف، يمكن شهر وشهرين ما لقيتش عقله بالضبط. مهم في ذكرى في ذكرى المولد النبوي، كان اول مره واول يوم ليا بالحجاب الشرعي 100%، اول مره غادي نخيط عباءه ديال الحجاب الشرعي، والزيف ديالها يعني الخيمه الطويل كان في سيزيان في ذكرى المولد النبوي. هذاك اول يوم واحسن يوم واسعد يوم، صراحه راحه نفسيه لا توصف، اتمنى لاي وحده تجربها. وتما بدات المسيره ديالي مع الحجاب الشرعي. في هذيك البيريود ديال الحجاب الشرعي كانت فيما كدوز من حدايا شي منقبه، كنبقى نديرها، كنبقى حاله في امي وكنشوف فيها وكنبتسم، كنحس بواحد الاحساس لا يوصف. كنتمنى انني نكون منقبه، يعني ملي درت الحجاب الشرعي بقيت كنبحث على النقاب، علاش النقاب، يعني شنو الاحكام ديالو، شنو الشروط ديالو. بين قوسين كنأكد على الشروط ديال النقاب والشروط ديال الحجاب الشرعي، لان يعني بزاف ديال البنات كنشوفهم خاصه في هذا الوقت في الانستغرام كيبوستيو تصاور ديالهم دايره الحجاب الشرعي، غنبدا بالحجاب الشرعي غنلزم النقاب، دايره الحجاب الشرعي لابسه ولكن الشروط ما كاينينش. اولا كتقدر تلبس شي حاجه فوق الحجاب الشرعي وكيبدا كيولي يصف، يعني كيعزل ليها هاد المنطقه ديال الكتفين وديال هنايا. دونك هنا حيدتي واحد الشرط من شروط الحجاب الشرعي اللي هو يكون فضفاض، هذا اولا. ثانيا واللي كضر في الخاطر بزاف هي الميك اب مع الحجاب الشرعي. كتلقايها لابسه الحجاب الشرعي شروط لتحت كامله، كتجي حتى الوجه وكتحيد ليه شرط مهم اللي هي الزينه، ايلاينر، ماسكارا، لي لونتي، كاين اللي كندير لاكار، فريمون هادشي كيدير في القلب. كنتمنى اي بنت تحاول تعيد النظر في الحجاب الشرعي، واللي باغا دير الحجاب الشرعي تحاول تقرا على الشروط ديالو، كوني متاكده الا قريتي الشروط ديالو وقريتيهم بقلبك ماشي بفمك ماشي بلسانك، ما عمرك غتوقعي في هاد الاخطاء. الخطأ الوحيد اللي عندنا حاليا هو التقليد الأعمى، التقليد الأعمى هو اللي خرج علينا 100%. داكشي علاش حاولوا من جبوا ديروا الحجاب الشرعي، ولا كنتي دايره الحجاب الشرعي وكنتي كديري هادشي كنتمنى انك تحاولي تغيري هادشي، لان شروط الحجاب الشرعي واضحه وباينه، وحاولي تبحثي ولله الحمد لان كاين جوجل كاين يوتيوب كاين بزاف ديال المواقع اللي تقدري تبحثي فيهم ويعطوك داكشي مدقق. ثالث حاجه اللي كنشوفها هي طلاء الاظافر، الصباغه كيديروها. باي ذا واي بالنسبه للافيست اللي كتلبس فوق الحجاب الشرعي كيلبسوا حتى المنقبات، بالنسبه للايلاينر ولي لونتي كيديروهم حتى المنقبات للاسف، والصباغه حتى المنقبات كيديروها.
عاد تزيد عليها مسألة تعطر، مسألة الريحة. احنا عارفين ان من شروط حجاب شرعي انه ما يكونش متعطر. بالنسبة للحجاب الشرعي او للنقاب، الحجاب الشرعي كاين المحارم ديالك، خاصك يعني يجوز انك تحيدي الحجاب قدامهم، وكاينين وحدين محرمين عليك انك تحيدي الحجاب قدامهم، من بينهم ولد عمتك، ولد خالتك، زوج الاخت ديالك، الاخ ديال الزوج ديالك، الابناء ديال الاخ ديال الزوج ديالك، زوج الخالة ديالك، زوج العمة ديالك، الى اخره. ابناء العمة ديالك، ابناء الخالة ديالك، هادو لا يجوز قطعا 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 انك تحيدي الحجاب الشرعي قدام. يعني الى لقيتيهم في الدار، ولا لا كانوا عندك في الدار، ولا ما مشيتي عندهم الدار، خاصك تبقاي بحجابك الشرعي. لكن انت كديري الحجاب الشرعي يعني بواحد الزيف يغطي المفاتن ديالك، لباس فضفاض، ما تكون دايره ميكاب، هادو هما الشروط. طبيعي الحال ما تعطريش. نفس الشروط اللي كاينين في الحجاب الشرعي كاينين في النقاب. يعني الا كنتي دايره النقاب، راه نفس هاد الاشخاص خاصك تبقاي دايره قدامهم النقاب. يعني النقاب خاصك ديري قدام ولد خالتك، ولد عمتك، الاخ ديال الزوج ديالك، الزوج ديال الاخت ديالك، كذلك خاصك ديري قدام النقاب. حاجه اخرى مهمه نسيتها هي الموسيقى. الموسيقى كنشوف بزاف ديال البنات منقبات ومحجبات، يعني حجاب شرعي ولي فيديو ديالهم فيه موسيقى. امتيكم دازت العام الاول والعام الثاني والعام الثالث اللي جات به كورونا، هو 2020 كورونا، حيت حتى كورونا ولله الحمد كانت درس كبير 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 بزاف، خديت منه واحد العبره كبيره بزاف الحمد لله. جا يعني جا الحجر الصحي، وجا القرار ديال البافيت، كلشي غيولي يخرج بالبافيت، كلشي غيولي لابس البافيت. يعني جلست مع راسي وبديت كنفكر، علاش حنا، علاش من يعني المرض والدوله فرضت علينا نديرو لي بافيت درناها، وعلاش الله عز وجل ملي كيقول لنا ديروا الحجاب الشرعي اولا ديروا النقاب ما كنديروهش؟ ملي لابسه الحجاب الشرعي، لابسه الحجاب الشرعي ودايره البافيت، راه لا فرق ما بينك وبين المنقبه. فهمت كاين من طبيعه الحال خاص يكون باقتناع وبحب، لان النقاب ماشي شي حاجه سهله، ماشي خطوه سهله انك ديريها، قرار صعب، وخاصك يكون عندك واحد الحب قوي ليه وواحد الايمان قوي باش يعني تثبتي في النقاب ديالك، لان غتخرجي للزنقه غيشوفوك بنظره خايبه. كاين اللي يشوفك نظره زوينه، ولكن كاينين اللي غيشوفوك نظره خايبه، كاينين اللي غيعطوك واحد الكلمات اللي خايبين. ابار هادشي كاينين يعني هادشي بزاف ديال الحوايج كيتمنعوا عليك ملي كتكوني دايره النقاب، ولكن الا كنتي دايره بحب اقسم لك بالله الا غيجيك داكشي عادي، وبالعكس غتحسي بواحد الراحه ملي ما كديريش هادوك الحوايج. دونك صافي جا هذاك القرار، خديت معاه القرار ديال انني ندير النقاب، وفريمون درتو نهار واحد في شهر 6. وهذاك النهار نيت كنت كان اخر نهار بلي باغ، مشيت حيت لي باغ، والنقاب غنخرج به هو هذا. فهذاك النهار واحد في شهر 6 مشيت حيت لي باغ، وديك ساعة جيت لبست النقاب وخرجت به. سو هذه هي القصه ديالي مع النقاب. كيف قلت لكم في الاول، ما عنديش شي قصه مختلفه وما عنديش شي حاجه بشكل عن النقاب، ولكن تحت طلب ديالكم اللي طلبتوا مني بزاف هي انا ندير لكم القصه ديالي مع النقاب. هذه هي القصه ديالي مع النقاب، ونسال الله العفو والعافيه والثبات لينا ولكم ولجميع المسلمين. دعواتكم هي الثبات. واللي بغيتي ديري الحجاب الشرعي كنقول لك نوضي وديري الحجاب الشرعي، قراي على الحجاب الشرعي ولي ديري الحجاب الشرعي، فهو فرض من الله عز وجل، وغيعطيك واحد الوقار وواحد الحشمه وواحد السر. السلام عليكم ورحمه الله.